السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. إليكم أرض السابعة لهذا اليوم. ترأس صباح اليوم بالقصر الرئاسي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الاجتماع الشهري حول الصحة العامة في تشاد، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة والشركاء الفنيين، وذلك بهدف مناقشة الأحوال الصحية في البلاد. التفاصيل لدى عثمان عبد الغني إدريس. بحضور معالي رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة في مقدمتهم وزيرة الصحة العامة وممثل منظمة الصحة العالمية وممثل منظمة اليونيسيف وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية السكانية، ترأس فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي أعمال الاجتماع الشهري حول الصحة العامة في تشاد، وذلك تزامنا مع فصل الخريف والذي بدأ بشكل كثيف في المناطق الجنوبية بالبلاد. فإن هنالك عدد من المحاور التي تخص الصحة العامة تم التطرق إليها في هذا الاجتماع الشهري من أجل العمل بشكل مكثف لمحاربة الأمراض الموسمية والتي تسبب أضرارا جسيمة وتقتل بشكل كبير المواطنين في مختلف مناطق البلاد، لا سيما في الريف بسبب الملاريا ومرض السل ومرض الكبد الوبائي والذي انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة بإقليم سلامات وأمراض أخرى، والتي من المفترض بأن يخصص الشركاء الفنيين المعنيين بالصحة برنامج يقضي بموجبه القضاء عليها. كما ناقش الاجتماع أحوال المواطنين في الأرياف والنظر إلى حالتهم الصحية والمعيشية، هذا فضلا عن النظر في بعض الأمراض المتنقلة والتي قد تأتي إلى تشاد بسبب الترحال. وخلال الاجتماع تم عرض فيلم وثائقي يتحدث عن الأحوال الصحية في البلاد بالنظر إلى الجهود المبذولة من قبل المانحين الدوليين والشركاء الماليين والفنيين في المجال الصحي. فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قدم خلال الاجتماع حديثا مطولا حول الخطط والاستراتيجيات التي من المفترض بأن تكون مهمة للشركاء الفنيين، بحيث يستطيع أي واحد بأن يسهم في حماية المواطن التشادي في جميع الأراضي الوطنية. ولفت فخامته انتباه الشركاء والمسؤولين في وزارة الصحة العامة حول الاهتمام بصحة المواطن الريفي، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق البعيدة والمدن النائية. المانحين الدوليين والشركاء الفنيين من جانبهم أكدوا وقوفهم جانب الحكومة التشادية، وذلك باستمرار تقديم المساعدة والمشاورة والدعم الفني واللوجستي لوزارة الصحة العامة في تشاد. كما أكدوا تضامنهم مع الحكومة التشادية في إكمال برنامجها في مجال الصحة العامة للمواطن التشادي. وعن ما جرى خلال الاجتماع وأهم الخطوات التي اتخذت، يحدثنا من الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف قائلا: لنا توصيات في الشهر الماضي المتعلقة بالأوبئة الحالية المتواجدة ولا سيما في إقليم السلامات، وكذلك نحن حاليا قادمين إلى شهر الخريف، هناك مرض البالي بدأ ينتشر، كيف الاستعدادات لتلافي هذا المرض لأنه مرض مضر ومنتشر في المنطقة بشكل عام. أيضا ناقشنا في موضوع الكبد الوبائي، ليس فقط هذا بيتيت إيه سلمار ولكن حتى البي والسي كله متواجد، لكن الحمد لله في هناك أدوية له موجود، لابد الناس يكشفوا ويتابعوا. والسيد الرئيس كرر بوجود الشركاء، لا بد من الصحة، لا بد من التفكير في أنظمة الصحة كاملة بدءا من البناء الدائم للصحة، بعد ذلك التأثيث، وبعد ذلك تأتي الأدوية، وكذلك موضوع التكوين. لا، إذا التكوين ما وصل إلى آخر منطقة صحية بدءا من الكانتون إلى آخر يأتي للمستشفى، ما أحلنا الناس، ما أحلنا النساء، لا يمكن للصحة أن تتطور في تشاد. ونسبة لاهتمامه المتواصل بصحة المواطن التشادي، جرت العادة لأن ينظم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هذا الاجتماع الشهري حول الصحة العامة في تشاد منذ أكثر من 3 سنوات. فهذا الاجتماع الذي أقد اليوم ليس ككل الاجتماعات المنصرمة، حيث كان مطولا لأول مرة واستمر أكثر من ساعتين.